بل المتيقن والمعلوم من تحركاتهم هذه أنهم وصلوا إلى منطقة الحدث، أو قل منطقة الظهور المبارك، إلى منطقة الظهور الشريف في عدة عمليات استباقية كما كنا في أو وضحنا في حلقات سابقة أو في محاضرات سابقة. قلنا وصولهم إلى الخليج أو حتى احتلالهم للعراق أو التدخل الآن في سوريا، كلها معطيات عسكرية مادية كبيرة لمواجهة أي طارئ متعلق بالإمام المهدي سلام الله عليه. هذا الاستعداد العقائدي والاستعداد المادي العسكري بالتالي يشكلان نقطة قوة عندهم، لكن في الواقع لو نظرنا نظرة معمقة بعض الشيء نفس هذا البعد المادي العسكري الهائل لديهم سيشكل نقطة قوة للإمام سلام الله عليه، لأن بالتأكيد مهما كانت قوة هذا الطاغوت، مهما كانت قوة هذا المستكبر عالية وكثيرة، لكنه بالتالي لابد أن سيصل، وجدا مهمة، نقطة مهمة أرجو الالتفات إليها، لابد أن يصل إلى مرحلة الإرهاق، وإن كان يطاول ويكابر ويظهر للآخرين على أنه مستعد على أتم الاستعداد، لكن تحركه وسعته في هذه الأرض وانتقاله من مكان إلى آخر يحتاج إلى جهد عملي، وكذلك يحتاج إلى مصاريف مادية جدا هائلة. لابد أن يأتي اليوم التي تنهار الجنبة الاقتصادية لهذا العدو، لابد، من غير المعقول يبقى المعصوم سلام الله، قلنا المعصوم ماكر، يبقى من خلال أحاديثه الشريفة المباركة حول العلامات وحدوثها، المعصوم هو الذي يحرك الطاغوت وليس المستكبر يتحرك ضمن قياسات العلامات التي يسمعها أو يقرأها عن الظهور المبارك. المعصومون سلام الله عليهم لهم مكر إلهي، هم الذين لهم القدرة على تحريك المستكبر أو العدو بالاتجاه الذي يريدونهم هم سلام الله عليهم، يحركونهم بالاتجاه الذي يستطيع من خلاله المؤمنون أن يتكاملوا، وهذا من العدل الإلهي. بالتأكيد كل حركة شيطانية، كل انتقالة للمستعمر، كل انتقالة للمستكبر وإن قرب منا فهو بالتالي سيصب في فائدة المؤمنين، سيكثر من تصلبهم، سيكثر من إيمانهم، سيكثر من نجاحاتهم من خلال تجاوزهم للبلاءات والاختبارات التي يحصلون عليها من خلال تواجد هذا المستكبر. نحن نفهم ونعلم أن المواجهة بالمباشر مع المستكبر تختلف عن المواجهة بالواسطة أو عن بعد، يعني المواجهة عن قرب أشد وقعا من المواجهة عن بعد، كلنا نعلم ذلك. وحينئذ يكون البعد التكاملي، البعد الإيماني، التصلب في العقيدة والتعمق في العقيدة عندما تكون المواجهة بين المؤمنين والطاغوت على خط واحد وفي تماس مباشر. ولذلك عمل المعصومين أو عمل المعصومون سلام الله عليهم في هذا البعد، في مكر لا يستقره إلا المؤمن المخلص. فحرك المستكبر، وهذا غفلنا عنه في الغالب، ونقول لماذا أتى العدو إلينا، لماذا، لأننا لم نهضم حركة وفهم المعصومين في التعامل من الأحداث. كل شيء هو في هذا الوجود خير، حتى هذا الشر، نعم هو هذا الشر يأخذ كفله وعليه ما عليه الذي يقوم بالشر، لكن بالنتيجة المقابل أن المؤمن كيف يتكامل. ضعه في غرفة في تحت أو بين أربعة جدر ولا يواجه العالم ولا يعرف ما هو الظلم، وقل له تكامل، كيف يتكامل؟ بالتأكيد لن يتكامل، التكامل يأتي من خلال المواجهة. المواجهة من خلقها لك؟ من وضعها بين يديك؟ المعصومون سلام الله عليهم عندما مكروا بمكرهم، فالنتيجة هنالك مفاهيم، علينا استيعاب هذه المفاهيم في التعامل مع الجهة المضادة للعدو، وعلينا أن لا نستكين ولا يصيبنا اليأس عندما نرى هذه القوة الطاغوتية بهالتها وبزبرجها وبرقيها التكنولوجي الظاهر أو زخرفها الظاهر وتقل عزيمتنا أو نستكين لأننا نقول أصبحنا مستضعفون. هذا خطأ، والقوة بالإيمان
والقوة في التوجه لله جل وعلا وعقد الأمل بالظهور المبارك في أي لحظة. المهم علينا أن نستعد الاستعداد الكامل، الاستعداد الواعي لاستقبال إمامنا.